أخبار اليوم. التغيير في تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار لا يفارق عقل كل مصري في عمله وفي بيته وفي كل مكان يذهب إليه. كل منهم يرى أسعاره حسب مستوى معيشته. كل واحد بيحط السعر اللي يعجبه، وما تقوليش تاجر الجملة. تاجر الجملة هو تاجر الجملة يأثر على واحد واحد؟ لا، تاجر الجملة ما يأثر، لا إما يأثر على الكل لا إما ما يأثرش على الكل. لا، اليومين دول الأسبوع ده نزلت كتير بعد خطاب الرئيس عن الأسبوع اللي فات. أنا جايبة الأسبوع اللي فات كانت أسعار نار، أول مرة في حياتي أجيب شوية خضار وفاكهة أدفع لي 386 جنيه من هنا. ربنا ييسر الأمور ويصلح الحال والعملية تمشي كده، وربنا يصلح الحال كله على الله. اللي هنا مجمع سليمان جوهر ده واخده منه الكوسه بجنيه ونص والفاصوليا بثلاثة وربع، وهنا هوت واحده وقفت جنبي قالت لي ده انا لسه شاريها بخمسة جنيه اللي هي الخيار، الخيار باتنين جنيه وربع. لا بصراحه الدوله عامله شغل. الحكومه ما بتقدرش تسيطر على كل الاماكن، يعني هي بتسيطر على العربيات اللي هم بينزلوها الحاجات دي، لكن هم ما بيسيطروش على الاسواق والتجار. طبعا المواطن المستهلك هو اللي مظلوم. ارتفاع الاسعار وانخفاض الاسعار ده دي حاجه تبع الاراضي الزراعيه، ماشي. ممكن مثلا يوم يبقى الجو فيه سخن قوي، ماشي، ممكن يوم يبقى الجو فيه رطوبه قوي ساقعه، فتلاقي ايه الزراعه نفسها بتكسل، ماشي، يعني حر مع سقعه الزراعه، يعني الزراعه دي سبحان الله زي البني ادم، تراعيها تدي لك، ما تراعيهاش ما تدي لك، والاسعار مولعه اليومين دول. والله الاسعار يعني متهاونه كويسه مش بطال، هي رفع شويه بردك معاك بالحقيقه، بس يا ريت ترتاح كده شويه. يعني في تجار بيبيعوا السعر فعلا؟ ايوه، كل منطقه لها سعر معين. يعني عندك الدوق هنا الشارع اللي احنا فيه دي بيبيع غير امبابي. امبابي الاسعار فيها مرتاحه عن هنا. ليه ما اعرفش، انا بقول قاعدين في منطقه سياحيه، امبابا الاسعار مرتاحه فيها عن هنا شويه. تجار الجمله دول بيروحوا بيرموا فلوسهم في المزارع والزراعه بتيجي، ماشي، بيبقوا ماسكين العصب بتاع الحاجه. هم اللي ماسكين العصب، يعني هو بيغلى عليك وانت بتغلى على الراجل اللي بيجي يشتري. ايوه طبعا، امال يعني هو غلى عليا وانا ابيع رخيص هتيجي ازاي؟ وانا واقف في الشارع عشان اخسر ولا عشان الاقي لي 20 جنيه لعيالي؟ في بقى بدايه الموسم بتبقى السعر مرتفع شويه، انتاجها بيزيد في السوق، سعرها بيبقى يعني رايح وجاي. ايوه الاسعار غاليه. احنا عندنا لو نسبه البيع الاول كانت 70%، دلوقتي نسبه البيع 30%. وقال الجو مريح حبيبي، لان الشغل هناك عند المعلمين، احنا هنا دي بنشبع على قبل الحمد لله. لسه بشتري قطه دلوقتي بتقول ب6 جنيه ونص، ماشي. طب يعني انا عايز اعمل طبق سلطه وانا قاعد في الشغل كده، متفق؟ يعني اول واحد ما بنزلش اشتري الا ما بنزل اشتري، الست اللي بتشتري مثلا بس بتيجي تدي المصروف في البيت تقول لك ما بيكفيش. ما بين ارتفاع وانخفاض للاسعار يبقى المواطن كما هو الضحيه الاولى لكل هذه المعاناه.